هم لعيبه رجاله قوي، احنا علاقتنا بيهم علاقه طيبه قوي، كله يعني كلنا اخوات، كلنا كاننا اسره واحده. ايه كانت مصابه والحمد لله عندنا كابتن منا عملت معاها كل حاجه كويسه، والحمد لله البنت جت على نفسها وعملت اقصى ما عليها في الماتش. قول للكابتن حمدي للجهاز للاعيبه تحب تقول لهم؟ اخويا وكابتن حمدي طبعا حاجه كبيره، والف مبروك للكابتن حمدي، وده يعني شرف لاي حد.